بشكل إيجابي داليا، يتم تداول مخرجات الرئيس الفرنسي إلى موسكو وتحضيرها أيضا للزيارة التي يقوم بها اليوم إلى كييف، وبعد ذلك سينتقل إلى برلين، أي هي جولة دبلوماسية للرئيس الفرنسي في محاولة لتهدئة الوضع. هناك ثلاث نقاط أساسية ركز عليها قصر الإليزي عندما طرحنا عليه السؤال حول نتيجة هذه الجولة. قال في البداية بأنه طرح على الروس، على بوتين بالتحديد، عدم التصعيد العسكري، ثانيا الالتزام بالحوار ضمن صيغة النورماندي التي تشمل فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا، روسيا، والنقطة الثالثة هي قبول الحوار حول قضايا استراتيجية، أي حول ملفات أخرى ربما تهم الجانبين، ويركز الرئيس الفرنسي تحديدا على مسألة الدفاع الاستراتيجي الأوروبي وقدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها. كان هناك أيضا حوار هاتفي بين ماكرون وعدة دول هي شريكة في مجموعة دول البلطيق، بالتالي الحوار واسع. هناك تحضير لعقوبات على روسيا، في الوقت نفسه هناك دعوة للحوار الدبلوماسي، وفي صعيد موازن هناك أيضا نشر لجنود في إطار الناتو في دول أوروبا الشرقية. إذن العمل مستمر على أكثر من جبهة، والرئيس الفرنسي كان أرسل وزير خارجيته إلى كييف أيضا لمتابعة هذا الموضوع اليوم مع الرئيس الأوكراني. نعم عزة، تفضل بالبقاء معنا وبالحديث عن كييف. ننتقل إلى هناك مع نضال. نضال، إذن الرئيس الفرنسي قادم إلى كييف من موسكو، كيف تستعد كييف لهذه الزيارة وما سيحمله معه وهو قادم الآن من موسكو بعد اجتماع له مع الرئيس الروسي؟ نعم داليا، عمليا هنالك ارتياح نوعا ما في كييف من مخرجات الزيارة التي جرت بالأمس للرئيس الفرنسي لموسكو، الحديث عن أرضية مشتركة وعن الحوار الدبلوماسي وإمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة وإبعاد الخيار العسكري. هذه رسائل مريحة نوعا ما بالنسبة لكييف، لكن من جهة أخرى هنالك يعني بدء قلق معين لدى كييف. إذا استبعدنا الخيار العسكري، الآن الحديث عن الخيار الدبلوماسي، فما هي النقاط أو ما هي الأشياء التي يمكن أن تخسرها كييف في حوار دبلوماسي وفي حل دبلوماسي مع موسكو؟ بالأمس كانت هنالك تلميحات إلى بعض النقاط التي قد تخسرها كييف، كان هنالك حديث عن العودة إلى اتفاق مينسك الذي يتطرق إلى منطقة الدونباس. أيضا الرئيس الروسي ومصادر في موسكو قالت بأن إذا ما قررت أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، نعم، الانضمام للناتو وضم شبه جزيرة القرم، فإنها ستجر أوروبا إلى حرب مع روسيا، أي أن عليها التنازل في قضية أيضا جزيرة القرم. وبالنسبة لأوكرانيا هذه تنازلات كبيرة، هي صحيح ليست حرب شاملة لكن أيضا تنازلات مؤلمة. نعم، شكرا لك نضال كناعنا، موفدنا إلى كييف، وأيضا الشكر موصول لمرسلتنا عزة غريبة كانت معنا من باريس.